مشاهدينا سنتابع وإياكم أخبار الزلزال الذي ضرب أفغانستان وباكستان منذ قليل، حيث شعر سكان كابول وشمال باكستان مساء اليوم بهزة أرضية قوية. هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية قالت إن قوة الزلزال الذي ضرب منطقة هندوكوش الجبلية بلغت قوته 7.7 على مقياس ريختر. إذن هزات أرضية ضربت مناطق في أفغانستان وباكستان، ونتحدث عن منطقة جبلية اسمها هندوكوش. من إسلام أباد سينضم إلينا الآن مراسل تلفزيون العربي براء هلال. براء، التفاصيل في ما جرى، المناطق وقوة الزلزال 7.7، فهل من يعني أضرار سواء مادية أو بشرية؟ نعم، الزلزال حصل للتو منذ حوالي ربع ساعة تقريبا، شعرنا به بقوة في إسلام أباد، استمر حوالي 40 ثانية، يعني نحن تمكنا من الخروج من المنزل والبقاء خارجا لفترة حتى استقر الزلزال. كانت زلزلة قوية ردت الشبابيك، وشعر بها سكان إسلام أباد وسكان بيشاور وحتى سكان مدينة لاهور، وعند المتابعة تبين أنها أيضا وصلت إلى نيو دلهي عاصمة الهند، ونيو دلهي سجلت قوة الزلزلة هناك 6.6، بمعنى أن الزلزلة كانت قوية، وكان مركزها مدينة فيض آباد، وهذه مدينة في أفغانستان تقع في ولاية بدخشان، وهذه الولاية حدودية مع باكستان ومع طاجيكستان، وكذلك قريبة جدا من الصين. فالزلزلة وصل مداها إلى منطقة كاشغر في الصين، وإلى باكستان وفي أفغانستان وفي الهند. سكان البنجاب الأدنى من مدينة ملتان ومدينة رحيم يار خان، وهذه المدن أيضا سجلوا أنهم شعروا بآثار هذا الزلزال. إلى الآن طبعا بحكم أن الفترة قريبة، ما يعني نحن الآن نفصلنا عن الزلزال حوالي ربع ساعة فقط، لم تعلن إلى الآن أي أضرار، لكن الزلزال في هذه المنطقة الجبلية وبهذه القوة، وكان على عمق 156 كيلو مترا، فلا ندري إذا كان خلف أضرارا أم ليس بعد، وخاصة أن نتكلم أن مركز الزلزال في مناطق جبلية لا تصل الأخبار منها بسهولة. إذا هذا الزلزال أحدث فعلا هلعا كبيرا بين السكان، وخاصة في إسلام أباد، رغم أن منطقة باكستان متعودة على الزلازل، حيث أننا شهدنا في الصيف الماضي زلزالا قويا خلف ضحايا كثر تجاوز 2000 قتيل تقريبا، لكن هذه المرة كان الهلع مختلفا بحكم ما شهدناه في زلزال تركيا. نحن خرجنا في الشوارع ووجدنا الناس لأول مرة تصرخ وتبكي، والأطفال والنساء يصرخون ويدعون الله، وكان الهلع كبيرا. شكرا جزيلا لك براء هلال مراسلنا من إسلام أباد. نتابع المشهد والمعلومات المتوفرة من كابول في أفغانستان. لينضم إلينا مراسل تلفزيون العربي محمد قاسم. ما هو الوضع لديكم والمعلومات المتوفرة محمد؟ نعم، هذا الزلزال الذي حدث كان مروعا جدا، الهزة كانت كبيرا، والمعلومات التي معلومات مراكز الأرصاد التي تقول بأنها كانت 7.7، وهذا يعني هزة كبيرة خاصة في أفغانستان التي معظم المباني السكنية تكون مبنية من الطين وليست من الخرسانة والحديد، وخاصة هذه المنطقة التي كان مركز الزلزال في ولاية بدخشان، منطقة الجرم قريب من مدينة فيض آباد عاصمة ولاية بدخشان. هذه مناطق جبلية وفيها كثير من البيوت طينية، وهنا أيضا في كابول شعر السكان بهذه الهزة بشكل مروع جدا. هناك حالات من الإصابات نتيجة تساقط بعض الناس في السلالم أثناء النزول، خاصة لأن تيار الكهرباء انقطع أثناء هذا الزلزال، وأيضا هناك بعض المعلومات بأن بعض الناس قفزوا من الطوابق الثانية والثالثة، ولذلك هناك إصابات في هذا الجانب. أيضا حاولنا الاتصال كثيرا ببعض المناطق الريفية في ولاية بدخشان وولاية تخار، لكن يبدو أن شبكات التواصل
اختلت نتيجة هذه الهزة، خاصة الشبكات التي تعمل في شبكات التواصل التي تعمل في تلك المناطق. وعموما الذين تحدثنا معهم يتحدثون بأنهم لم يروا في أفغانستان مثل هذا الزلزال، وأنه كان مروعا جدا في كابول وفي المناطق وفي كافة الولايات الأفغانية التي شهدت هذه الهزة. إذن هذه المعلومات المتوفرة من كابول في أفغانستان حتى اللحظة، وننوه أن الصور التي تعرض حاليا تأتي من إسلام أباد في باكستان. سنوافيكم مشاهدينا بمزيد من التفاصيل. أشكرك الآن مراسل تلفزيون العربي من كابول محمد قاسم.